نبدأ مع بعض بأول وصفة معانا، وهي السمك البوري. هنفتحه ونعمله بالطماطم والبصل، ثوم، جنزبيل والليمون والكمون. عندي السمك هننضفه ونفتحه ونحشيه ونفتحه فتحتين من هنا علشان يخش معاه برضو الحشو اهو. ويخش الفرن بقى. ايه نسويه في الفرن. عايزين بقى نجيب بولة هنعمل التتبيلة فيها، نحط الطماطم والبصل وهنحط الثوم وهنحط الجنزبيل. تطلع حلوة جدا. وطبعا الليمون والكمون وهنحط شوية ملح وشوية زيت زيتون اهو. هنقلبهم على بعض عايزين نحشيها علشان يخش تتبيلة فيها من فوق وتحت اهو. وهنحط الليمونتين وتخش الفرن تتشوي.